طبعا يعني انا انصح الاخوات، يعني اي اخت يمنعها احيانا الخجل او يعني الخوف من الفشل، بانها يعني اولا تتكل على الله عز وجل، وثم يعني تثق بما لديها من قدرات يعني اعطاها الله عز وجل. فلكل انسان مواهب وقدرات، وان كانت يعني صغيره يستطيع ان ينميها ويطور منها. ثم ان يعني تضع يعني في يعني في عقلها ان اي فشل قد تواجهه ما هو الا يعني خطوة قادمة إلى النجاح. جميع خطوات الفشل ما هي إلا مثل التجارب إلى طريق النجاح الأفضل بإذن الله عز وجل. فأنا أرى دائما أكبر عائق يمنع أي إنسان من النجاح أنه يخاف من الفشل، والفشل أبدا يعني حينما نتخيل أنها فقط خطوات إلى النجاح بإذن الله. جميل. يعني طيب يا أمجاد، ما الأمنية اللي تودين تحقيقها ما حققتيه إلى الآن؟ يعني الحمد لله يعني كثير من الأماني تحققت يعني، لكن طبعا بإذن الله يعني في مجال دراستي أتمنى طبعا أني يعني أتخرج بشهادات عالية لا تقتصر فقط على البكالوريوس بإذن الله، وأيضا طبعا في مواهبي أني بإذن الله أطور يعني مستواي الأدبي حتى أصبح بإذن الله كاتبة قديرة في المستقبل. ما شاء الله، وفقك.